أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: في قول الناظم الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. السؤال: هل هذه الأمور الستة متفق على أنها ليست بغيبة؟ والمظهر للفسق هل يذم بما فسق به فقط أم يتجاوز إلى غيره؟ هذا سبق الكلام فيها في شرح بلوغ المرام. قلنا إذا كان الكلام في الغائب لأجل الإنكار عليه، ويقال فلان يعمل كذا وكذا من أجل أن يؤخذ على يده، يبلغ عنه المسؤولين، أليس هذا بغيبة؟ وكذلك المتقاضي الذي يشتكي خصمه ويقول فلان جحد حقي، فلان ظالم، فلان مماطل، من أجل الوصول إلى حقه، هذا ليس بغيبة. أم هند بنت عتبة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. قالت: شحيح. ولم يعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا غيبة، لأنه من باب الشكاية لأجل الوصول إلى الحق، ولا يمكن الوصول إلى الحق إلا بهذا. كذلك الفاسق إذا كان لأجل التحذير منه ولا يغتر به، أو المبتدع تحذر منه، هذا أيضا ليس من الغيبة. وكذلك الجرح والتعديل عند المحدثين، هذا ليس من الغيبة، وإنما هم باب النصيحة للمسلمين ولدين الله، لئلا تروج الأحاديث الضعيفة والأحاديث المكذوبة، فهذا المصلحة فيه أرجح. نعم.